مشروع بتريكا ما اتفتحش خالص. يمكن انا لما كنت في قبل كده عرض للنادي الاهلي فتذكروا في مايو مش اللي فات ده رد اتحاد الكوره فما تمش يعني ان ابو تريكا موجود لكن المره دي ما اتفتحش موضوع ابو تريكا. حته عرض مكان الكابتن زيزو ده ما اتفتحتش برضه. انا اتقابلت مع المهندس محمود طاهر اكتر من مره واتقابلت مع مجلس الاداره كان كل الكلام على النادي الاهلي في الاول عشان تبقوا عارفين برضه. يعني اول مقابله تم بينه وبين المهندس محمود طاهر هو الراجل كان مهتم جدا انه يسالني عن النادي الاهلي وجهه نظري في الظروف الحاليه وما كلمناش على حته المدير الفني دي يعني ما كلمناش على حته المدير الفني خالص. وانا اتكلمت كابن من ابناء النادي الاهلي مع المهندس محمود طاهر ومشيت ورحلت. بعد كده كان في مقابله ثانيه ابتدينا نتكلم على حته المدير الفني والفتره الحاليه بتتطلب ايه؟ مدير فني مصري ولا اجنبي؟ وسمعت الكلام والاراء من المهندس محمود من مجلس الاداره وقلت وجهه نظري بمنتهى الامانه برضه واتخذ القرار. فهو ده اللي تم في المرحله السابقه. سؤال